بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتابع النهاردة الدرس الرابع أو المحاضرة الرابعة من محاضرات الجي ديفلوبر. النهاردة هنتكلم عن البيئة العامة للجي ديفلوبر. هنفتح مثلا الجي ديفلوبر أو الجافا ديفلوبر. المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن ازاي نرن كلاس بتاعنا جوه الجي ديفلوبر، وقلنا ايه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين واطبع لي ويلكم تو جي ديفلوبر، وقلنا ازاي نعمل نيو لاين. اللي قدامنا ده طبعا ده الكود اديتور او المحرر الكود، وده اللي جواه بكتب الكود الكلاس بتاعي جوه الباكج بتاعتي. هنلاقي شوية أدوات تانية زي مثلا طبعا هنا عشان نعمل run للابليكيشن أو للكلاس بتاعنا أو البرنامج بتاعنا. هنلاقي هنا في جزء في النافيجيتور، جزء ده طبعا اسمه ابليكيشن نافيجيتور، تمام. لو دوست هنا في الجزء ده هيجيب لي كل المشاريع بتاعتي اللي أنا شغال بيها، كل ما أعمل بروجكت جديد هيظهر في الليستة بتاعتنا دي، تمام. هنلاقي كمان هنا جوه البروجكت بتاعي او الريسنتلي اوبن فايل الملفات المفتوحه، هنلاقي هنا ايه بيقول لي في ملف واحد بس هو المفتوح اسمه كلاس 5 اللي هو ايه اللي انا شغال عليه. الملف المفتوح حاليا كلاس 5 دوت جافا، وعرفنا دوت جافا اللي هو السورس كود بتاعنا. هنلاقي في الاستراكشر هنا معلومات عن الملف ده، كل المعلومات عن الملف ده هنلاقيه في جزء بتاع الجافا استراكشر زي موجود جوه اي باكج. ايه الحاجات اللي عملناها امبورت؟ عملنا امبورت لحاجه اسمها جافا دوت اي او كونسول، واللي هو مسؤول عن الطباعه. ده عباره عن ان انا بعمل امبورت، يعني هنعرف دلوقتي هنتعرف على يعني كلمه امبورت. يبقى كل ما اعمل امبورت لاي كلاس عندي هيبدا يظهر في امبورتس هنا. يبقى اي حاجه عملها امبورت هتبدأ تنزل معايا في الامبورتس. طبعا هنا السيستم ده هو اوتوماتيك او امبيدد امبورت، يعني انا مش محتاج ان انا اعمل امبورت عندي جوه الملف، لكن في حاجات هنضطر نعمل لها امبورت. لو دوست هنا هلاقي كلمة امبورت java.io.console، تمام، هو اوتوماتيك راح عمل له امبورت هنا. لو انا جيت عملت امبورت لحاجة تانية امبورت java دوت ايه مثلا دوت او جافا اكس مثلا دوت يوتيل، جافا دوت يوتيل دوت مثلا حاجه زي السكانر، ابص الاقي ايه الاقي عندي هنا اللي عملت له امبورت فوق بدا يظهر تحت في الاستراكشر بتاع الملف. هلاقي كمان هنا معلومات عن الكلاس زي كام ميثود موجوده جوه الكلاس، وحاليا انا موجود عندي بميثود واحده بس ونوعها بابليك. وطالما نوعها بابليك هنلاقي ان الـ شكلها بقى بالمنظر ده، تمام. تعال نعمل كلاس تاني او ميثود تانية، قول له مثلا ايه برايفت void اسميه مثلا xx، اوتوماتيك ظهر هنا ايه ظهر لي اكس اكس ده نوع void، واداني علامة القفل الاحمر ده معناه ان هو برايفت او الايه الاكسس موديفاير بتاعه برايفت. لو حولت public هلاقي ان هو ايه بقى قفل مفتوح بالمنظر ده. لو دخلنا جوه التولز والبريفرنس، بريفرنس دي جوه تولز بريفرنس دي مجموعه التعديلات اللي ممكن اعملها في بيئه العمل الخاصه بالجي ديفلوبر. بقول له بريفرنس، طبعا في حاجات كتير احنا ممكن نبص فيها لوحدينا. هناخد مثلا حاجه زي الكود اديتور محرر الكود،
هنلاقي فيه شوية معلومات خاصة، نحاول نجرب في مثلا اللاين بيشيل كام كاركتر، مثلا اللاين واحد ممكن احط فيه كام كاركتر، عاوز اظهر عدد صفحات بتاعتي مثلا قدامي في برينت، لو فتحت كده عملت اكسباند كده، ومثلا نيجي عند ال زي السنتكس كالر ده مثلا، بيقول لي وانت بتكتب هيبقى السنتكس كالر لونه ايه مثلا، فبيقول لي مثلا الكومنت هتبقى بلون ايه، اهو بيقول لي الكومنت هتبقى مثلا هتبقى باللون ده، ممكن اغير الكومنت اخليه بلون تاني مثلا زي كده. هنعمل كومنت في اي مكان، this is my comment ده باللون ده، ليه؟ لان انا غيرت بيئة العمل بتاعتي خليته يكتب الكومنتس باللون ده. ممكن نرجع تاني نقول لا خلي الكومنت باللون ده مثلا، tools preference comment بالكومنت باللون ده. ال system dot output print line ده او print ممكن ادي مثلا، طبعا هنا ال identifier مثلا خليه باللون ده، tools preference. ممكن كمان نيجي عند ال حاجة زي مثلا اللاين جتر ده، طبعا هنا مثلا لو بصينا هنا هنلاقي مش عارفين رقم، كل سطر ملوش رقم، ممكن احط ارقام للاسطر زي كده، اقول له ايه show line numbers زي كده، اقول له اوكي ظهر لي كل لاين ورقمه، عشان لو حصل ايرور او اي خطأ في البرنامج هيقول لي في لاين رقم مثلا 14 لاين نمبر 6، واقدر اعرف مكان الخطأ فيه. هنلاقي ايه تاني ممكن كمان زي الكود ستايل، شكل الكود هيتكتب ازاي، عاوزه شكل الجافا جي ديفلوبر كلاس او الجافا كود اللي هو الشكل العادي المتعارف عليه جوه الجافا، او ممكن استخدم طريقة الجي ديفلوبر كلاس بالمنظر ده. الفونت كمان ممكن نتحكم في الفونت، و سينتكس كالر مثلا خلاص كمان. ممكن البلوك كالر بيجي مثلا هنا، البلوك كالر بتاعي بيقول لي مثلا ايه في الانر كلاس، لو في كلاس جوه كلاس الميثود مثلا، اقول مثلا خلي لي الميثود يكون كل ميثود مثلا باللون الاصفر ده، لو في جملة اف خلي لي مثلا لون تاني زي اللون الازرق ده مثلا، جملة اف كلها دي مثلا ايه، لو في كيس في سويتش دي كلها عبارة عن ستيتمنت جوه الجافا. قلت له اوكي هبص الاقي ان كل كلاس بقى ايه، اهو شايفين اللون الاصفر، كل كلاس بقى باللون الاصفر زي كده. كل ما اعمل كلاس جديد، كل ما اعمل ميثود جديده، اهو public static void مثلا rr مثلا، الاقي ايه ان هو بدأ يلونلي الجزء اللي مكتوب فيه المثل ده باللون الاصفر زي كده. لو في جملة اف ان اكس اكبر من او ان واحد اكبر من اتنين، زين اعمل الكلام ده، هلاقي بصوا ان جملة اف بقت بتاع جملة اف كلها بالايه باللون الازرق.
كمان احنا هنا لو جينا مثلا، طبعا هنا ايه، ممكن احط في اوامر جاهزة مثلا، مش محتاج ان اكتب كود بداية، مجرد ما دوست على السراوند دي بيجي يسألني انت عاوز تضيف ايه هنا مثلا، اقول له هنا بيقول لي ممكن تضيف زي كوماند هنا مثلا جوه الميثود لو عاوز اضيف حاجة. شايفين جوه الميثود بيداني حاجات كتير، بره الميثود ما ادانيش حاجه غير الكومنتس بس. اهو انا كده بره الميثود، جيت اقول له ضيف، هلاقي بس ايه، في ان انا اقدر اضيف كومنت. تعال جوه، ندخل جوه الميثود كده ونقول له اديني السراوند اللي عندك، بيقول لي مثلا في اف ستيتمنت، في تراي وكاتش، في وايل، في مثلا دو كيس، الكلام ده كله. هقول مثلا كيس او كاست زي كده، اضيف مثلا حاجة تاني زي فور، واداني جملة الفور بالمنظر ده جاهزة، يعني كمان هو بيسهل لي الكود. مجرد بس انا لو مش محتاج ان انا احفظ، مجرد بس ابقى فاهم ان الفور دي الايه، والفويد ده بيعمل ايه، وباقي الكود هلاقيه ان هو مديني الكود جاهز بالمنظر ده. لو انا عاوز اخفي الالوان دي، مش عاوزها تظهر من قدامي، ببدأ ايه، اخفي البلوك كولر او اظهر، ده اسمه البلوك كولر. طيب انا لو شغال في الكلاس ده بس ماشي، انا شغال جوه الميثود ده، مش عاوز ايه، مش عاوز اشوف باقي الكود. انا عندي مثلا لو عندي بتاع 100 او 200 ميثود جوه الكلاس، وعاوز اشوف واحد بس اشتغل عليه، بس مجرد ما اقف على الكلاس اللي انا محتاجه وهدوس على الشو سيلكتد اليمنت اونلي، هلاقي ان هو عمل اخفاء لجميع الميثود، وظهر لي فقط الميثود اللي انا شغال عليها، والباقي كله ايه، اختفى. بيقول لك ده بيبدأ من اللاين 28 لحد اللاين 39. اي ميثود عاوز اشتغل عليه، بس مجرد بس اقف عليه وابدأ اخفي باقي الميثود بالمنظر ده. هنا اقدر اعمل ران للميثود للكلاس بشكل عام، اقدر اعمل له ريبيلد، ابنيه مره تانية. شايفين بدا ايه، قال لي ايه، بص ما اعمل ريبيلد للكلاس، يبدا ريبيلد، وبعدين ايه، قال لي ان هو سكسسفلي كومبايليشن، زيرو ايرور وزيرو وارنينج. كده معناه ان مفيش اي اخطاء عندك في الكلاس بتاعك اللي انت شغال بيه. عندي كمان الهيستوري. ايه الهيستوري دي؟ ده بيديني كل اي اكشن تم على الكلاس الحالي، بيديني ايه، بيديني الهيستوري بتاعتي، بيقول لي ايه، خلي بالك في الساعة كذا في الوقت كذا. ده طبعا شكل الكلاس على الهارد، الملف اللي هو الفيزيكال فايل، وده اللي هو اللي انا شغال حاليا بكتب فيه. شايفين الاتنين زي بعض. لو رجعت شوية لقدام مثلا، بيقول لي ايه الحاجات اللي اتعدلت، قال لي هنا ايه، انت عملت امبورت الملف السكانر ده جديد ما كانش موجود، زودت الحاجات دي، كل ده كل ده جديد. في الساعة 9:55 كان البيانات دي كده. كل شوية الاقي انا عدلت لحد ما عملت اخر سيف عندي، بقى الاتنين زي بعض مجرد ما سيفت عندي، تمام. وكل ما اضيف حاجة جديدة بتبدأ ترجع للهيستوري. طب انا عاوز ارجع مثلا، انا واقف هنا، شوف بقى الجمال في الكود هنا، انا عاوز ارجع للنقطة دي، و طبعا ده طلع عندي خطأ وده خطأ، مش محتاج الكلام اللي انا عملته ده، انا عايز ارجع للبوينت دي. كليك يمين هنا واقول له restore from revision، ايه اللي حصل، اهو عدل، حذف كل التعديلات اللي انا عملتها، وقفني لحد اخر وضع انا كنت شغال عليه. طبعا هنا ايه، بقدر اشوف مثلا انا عاوز اخر اسبوع، اخر النهارده، التعديلات اللي حصلت، الكلام ده كله. طبعا اعمل ريفرش بيجيب لي ايه، اخر بيانات واخر تعديلات عندي المنظر ده. عندي كمان الجزء بتاع الديزاين، وده اللي هو الجي اي، ازاي بعد كده هنتعلم ازاي نرسم شاشات، ونحط باتون، نحط مثلا تري، ونحط منيو، الكلام ده كله. طبعا المنيو زي كده، نحط باتون، نحط درار، نحط فيلد معين نكتب فيه، تكست فيلد، تول بار، كل ده هنتعلم ازاي نضيفه في الديزاين. عندي طبعا القوائم دي، عندي طبعا
العادي الاندو والريدو، وفي حاجات طبعا واحنا شغالين ان شاء الله هنتفرج عليها. طبعا الريفاكتور دي مهمة جدا في شغلنا ان شاء الله هنشوفها. النافيجيت والريبيلد، ازاي نبني المشروع من جديد، ازاي نعمل ديبلوي للكلاس، ان شاء الله ده كل ده واحنا شغالين باذن الله تعالى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا في المحاضرة دي، واي استفسار او اي سؤال ان شاء الله على الابستاف.com. والسلام عليكم ورحمة الله.